سادي هارتلي، سيدة أعمال ناجحة جدا، رجعت من الشغل في يوم وكانت لوحدها في بيتها. جرس الباب رن، سادي فتحت الباب، ودي كانت آخر حاجة تعملها في حياتها. وخلونا نبدأ في القضية على طول. قضيتنا النهاردة حصلت في مقاطعة لانكشاير في انجلند، تحديدا يوم 14/1/2016، في سيدة اعمال كان عندها 60 سنة اسمها سادي هارتلي. خلصت شغل واليوم ده رجعت للبيت، راحت ركبت احصنة الاول وبعديها رجعت بيتها الساعة 7:15 بالليل بالظبط. وبعد 45 دقيقة من رجوعها لبيتها جرس الباب رن، راحت تفتح، الشخص اللي فتحت له الباب هاجمها على طول واتطعنت اكتر من 51 طعنة. وبعدها الشخص ده هرب وقفل الباب وساب سادي تموت لوحدها في مدخل بيتها. قضيتنا النهاردة عجبتني، اولا هي محتاجة تركيز جدا، فلازم تركزوا معايا. القضية فيها ادلة كتير وصور كاميرات مراقبة كتير وكمان اسامي كتير قوي كلها شبه بعض، فلازم تركزوا معايا. ده غير ان الاشخاص اللي ارتكبوا الجريمة فعلا فكروا في اداء التفاصيل، بس برضو في النهاية اتكشفوا. دلوقتي احنا بالليل لسه ما كانش حد يعرف خالص ان سادي اصلا حصل لها حاجة، بس تاني يوم سكرتيرة سادي كلمت 911 وقالت لهم ان هي ما تعرفش اي حاجة عن مديرتها من اكتر من 24 ساعة، وان ده مش من طبع سادي، وطلبت منهم ان هم يروحوا لبيتها يتأكدوا ان هي كويسة. الشرطة هنا راحوا فعلا لبيت سادي، وأول ما وصلوا قبل أصلا ما يفتحوا الباب ويدخلوا البيت شافوا سادي من الشباك مرمية على الأرض، فعلى طول كسروا الباب ودخلوا البيت. خلونا هنا نعرف مين سادي أصلا. سادي كان عندها 60 سنة، كانت متجوزة قبل كده، خلفت طفلين شارلوت وهاري. كان الراجل ده اسمه جاري هارتلي، بعدها انفصلت عن زوجها وارتبطت بعد فترة طويلة جدا بشخص اسمه إيان، وإيان ده كان راجل إطفاء وكان يعني عايش معاها في الوقت ده. قبل الجريمة ب10 أيام إيان سابها وسافر في رحلة للتزلج، والمفروض إن تاني يوم، يعني تاني يوم اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، تاني يوم سادي كانت أسرع مسافرة لإيان عشان تكمل الرحلة معاه. كمان قبل الجريمة بيوم كانت خطوبة شارلوت بنت سادي، وشارلوت بعد الخطوبة على طول سافرت وراحت لهواي مع خطيبها، وعشان كده سادي كانت لوحدها في البيت اليوم ده. شارلوت وإيان مع الأسف عرفوا الخبر وهم برا المدينة، طبعا كانوا متدمرين جدا والاتنين على طول رجعوا في أسرع وقت. سادي كانت شخصية محبوبة جدا وهادية جدا، عمرها ما علت صوتها أبدا، ودي حاجة نادرة جدا. يعني أنا شخصيا صوتي بيعلى وبتعصب كتير، نادر جدا لما تلاقي بني آدم هادي وبيقدر يتحكم في أعصابه. سادي كان عندها 6 إخوات وكانت دايما بتقابلهم، بتسافر معاهم، علاقتها كانت كويسة جدا بعيلتها. الأهم إن سادي طول عمرها كانت ذكية وشاطرة جدا، يعني كانت شاطرة في الدراسة جدا، كانت بتدرس علم الكيمياء والأحياء وعملت ماجستير، وعلى طول اشتغلت في شركة أدوية. شركة الأدوية كان اسمها جونسون، وعملت إنجازات كتير جدا مع الشركة دي. بعدها سادي قررت إن هي تنفصل عنهم وتفتح هي شركة لنفسها، وفتحت شركة ونجحت فعلا وبقت سيدة أعمال وبقت غنية جدا، وكل ده هي اللي عملته بنفسها. سادي كانت من النوع اللي بيشتغل كتير جدا، وده خلاها ملهاش علاقات اجتماعية كتير، بس كان عندها هواية تقريبا ما بتعملش غيرها، وهي ركوب الأحصنة، وهي عملت الهواية دي في يوم الجريمة قبل ما تروح بيتها على طول. سادي كانت مقررة ان هي خلاص هتتقاعد اول ما بنتها تخلف، وخلاص بقى هتخلي بالها من احفادها، بس مع الاسف هي ملحقتش تعمل ده. سادي كانت عايشة مع ايان جونسون اللي كان عنده وقتها 57 سنة، كانوا عايشين سوا من سنة 2014 في بيت جميل جدا، وطبعا البيت ده كان ملك لسادي. ايان وسادي اتقابلوا في بداية سنة 2000، وكانوا كل شوية يسيبوا بعض ويرجعوا لبعض، يسيبوا بعض ويرجعوا لبعض، يعني علاقتهم ما كانتش مستقرة. بس بعد 4 سنين تقريبا، يعني في سنة 2014، اعتبروا نفسهم مرتبطين او مخطوبين، وعشان كده بدأوا ان هم يعيشوا مع بعض. الشرطة هنا لما دخلت طبعا لقيتها ماتت للأسف، وطبعا أول شخص شكت فيه الشرطة هنا كان إيان، بس إيان كان برا المدينة وقدروا يتأكدوا من ده، فهنا طبعا استبعدوا إيان، بس بدأوا يستجبوا.
بدأوا يسألوه انت شاكك ان في اي حد ممكن يفكر يأذي سادي؟ هل سادي ليها اعداء؟ وهكذا. وهنا ايان قال للشرطة ان في شهر 8 يعني قبل الجريمة بخمس شهور بيتهم اتسرق، وده خلى سادي مرعوبة جدا وما بتحبش تقعد في البيت لوحدها. وطبعا يعني الشرطة هنا استغربت، يعني معلش مراتك بيتكم اتسرق وهي بتخاف تقعد في البيت لوحدها، ايه اللي خليك تسيبها 10 ايام لوحديها في البيت وتسافر؟ وكل ده عشان خاطر رحلة مش اكتر. فالشرطة برضو هنا يعني حسوا ان في حاجة غريبة. فالمهم ان الشرطة برضو فكروا ان ممكن يكون اللي حاول يسرق البيت قبل كده عارف البيت، فممكن يرجعوا تاني وسادي كانت لوحديها في البيت فهجموها. بس فكروا طبعا اللي بيجي يسرق عادة مش بيفكر ان هو يقتل حد، يعني كمان لو فكر ان هو يقتلها عشان مثلا شافت شكله فما بلغش عنه مش هيطعنها 51 طعنة. واضح جدا ان اللي عمل كده كان حاقد عليها، كان بيحاول ينتقم من حاجة. فطبعا الشرطة هنا ما خدتش موضوع السرقة بجدية، بس بدأوا برضو ان هم يحاولوا يعرفوا مين اللي حاول يسرق البيت المرة الاولانية. واول حاجة الشرطة عملتها هنا، وده كان الحل الوحيد اللي قدامهم، ان هم يستجوبوا تقريبا كل الناس اللي في الشارع، راحوا لكل البيوت اللي جنب بيت سادي وبدأوا يسألوهم بيت بيت. وفي نفس الوقت كان في محقق تاني مكمل استجواب مع ايان. وايان هنا قال حاجة غريبة جدا، وقال ان الحاجة دي حصلت قبل الجريمة باسبوع. سادي اليوم ده كانت لوحديها في البيت وجرز الباب رن برضه، فقامت فتحت الباب لقيت واحدة ما تعرفهاش خالص، والواحدة دي كانت لابسة كاب بيسبول، ادتها باقة ورد، وباقة الورد دي سادي قالت ساعتها ان شكلها رخيص جدا. فسادي سألتها، فتحت الباب قالت لها اتفضلي، راحت البنت قالت لها انت سادي هارتلي، فسادي قالت ايوه، فالبنت ادتها الورد. فسادي سألتها الورد ده من مين؟ البنت قالت ان هي مش فاكرة وسابتها ومشيت على طول. عايز اقول لكم الورد ما كانش معاه اي حاجه، ما فيش اي حاجه تعرفها مين اللي بعت لها الورد ده. وسادي ترعبت اصلا من الفكره كلها، فكرت ان في حد مثلا بيراقبها، وحكت ساعتها لايان. وطبعا الموضوع ده يعني فضل قلقها فتره طويله. الشرطه هنا سجلت الكلام ده على امل ان يكون يعني ليه صله بالقضيه بتاعتنا، وان الشخص اللي بعت الورد ده يكون مثلا هو اللي ارتكب الجريمه. كمان المحققين الجنائيين قالوا ان في مسدس كهربائي، صاعق كهربائي تم استخدامه على السادي قبل قتلها. فالشرطة هنا فضلوا زي ما قلت لكم لسه بيلفوا على البيوت اللي جنبيها على امل ان هم يلاقوا حد يعرف اي حاجة. ففي هنا جار لسادي طلع عنده كاميرات مراقبة، والكاميرات دي جايبة بيت سادي وجايبة المدخل بتاعه. فالشرطة هنا طبعا لقوا كنز، يعني تقريبا هما كده لقوا صورة لليلة الجريمة. الكاميرات دي لما شافوها، الكاميرات دي جابت ان في عربية كانت كل شوية تعدي من قدام بيت سادي وتبعد وترجع تاني، تعدي وتركن وبعد كده تمشي تاني. فطبعا العربية دي لفتت انتباه الشرطة جدا. وبعد كده في يوم الجريمة العربية جت وقفت عند بيت سادي كام دقيقة، وبعدها العربية مشيت تاني بسرعة. في الوقت ده ايان بدأ يدي معلومات اكتر للشرطة. المعلومات دي هتخلينا ندخل في قصة تانية خالص بدأت من 4 أو 5 سنين تقريبا قبل الجريمة، يعني ما بين سنة 2011 و2012. زي ما قلنا ايان كان مهووس بالتزلج، واصلا كان مسافر في رحلة تزلج ساعة الجريمة، فكان دايما بيروح في مكان وبيتزلج فيه. المكان ده كان في مانشستر. وفي مرة من المرات اللي ايان راح فيها للمكان ده قابل بنت في الثلاثينات كانت شغالة هناك، وكان اسمها سارة ويليامز. طبعا ايان وسارة في الوقت ده اتعرفوا على بعض، اخدوا ارقام بعض وبدأوا يتقابلوا في بيت ايان كتير جدا. طبعا سادي هنا ما تعرفش اي حاجة عن سارة. ومعلش قبل ما اكمل، عشان المبررات اللي هقولها اللي انا بحكيه ده خيانة واضحة وصريحة جدا، عشان هو هيقول مبررات غريبة قوي. في الوقت ده ايان وسادي ما كانوش لسه عايشين في بيت واحد، بس كانوا مرتبطين ببعض. وطبعا هنا ايان كان عنده بيته الخاص، هو عايش في بيت وهي في بيت، فكان سهل جدا عليه ان هو يقابل سارة في السر، وده فعلا اللي كان بيحصل. ايان قال للشرطة ان في الوقت ده علاقته مع سادي ما كانتش لسه جد قوي، فان هو يقابل سارة دي بالنسبة له ما كانش معتبرها خيانة. طيب لما هي مش خيانة ليه خباها عن سادي؟ والشرطة سألته السؤال ده.
من الاخر هو كان بيخون سادي وبيحاول يخلي الموضوع شكله اشيك شوية، بس ما كانش عارف. ايان قال للشرطة ان علاقته بسارة كانت يعني جسدية فقط، يعني مثلا ممكن يطلع معها رحلة، ممكن يجيبها البيت، انما مش ممكن يعني ما فيش علاقة حب، ده اللي هو وصفه للشرطة. طيب بس هنا بقى ايان كان بيعمل حاجة غريبة جدا، يعني يطلع رحلة مع سادي وفي نفس الوقت سارة تيجي لنفس الفندق، وكان بيقابلها في نفس الفندق من ورا سادي، يعني بيطلع رحلة مع الاتنين مع بعض. مش دي المشكلة، المشكلة هنا ان سارة اصلا كمان كانت مرتبطة براجل اكبر منها، والراجل ده كان اسمه ديفيد، وكان من الاخر هي مرتبطة بيه عشان يصرف عليها بس مش اكتر. الراجل ده كان بيطلع معاها برضو نفس الرحلة، يعني هو بيطلع مع سادي وهي بتطلع مع ديفيد، والاتنين بيقابلوا بعض من ورا الاتنين اللي معاهم، وبيبقوا قاعدين في نفس الفندق، يعني اللي هي حاجة ما تصدقش اصلا. فالمهم هنا سارة بدأت تتحول، بدأت بقى بدل ما هي واخدة العلاقة مع ايان علاقة عادية، لا بدأت تغير جدا على ايان، وما عجبهاش الوضع وبقت عايزة خلاص يسيب سادي ويفضل معاها هي. فهنا ايان اتحط في وضع ان هو لازم يختار ما بين الاتنين، وايان اختار سادي وانفصل عن سارة. واظن ان يا رب تكون الصورة وضحت قدامكم. الكلام ده كان في سنة 2014. ايان هنا قرر ان هو يكون مخلص تماما لسادي ويقطع علاقته بسارة نهائي. طبعا سارة هنا معجبهاش الوضع ده نهائي، هي كانت في الوقت ده مهووسة بايان، وبدأت تروح لبيته كتير جدا وهو يطردها وهي ترجع تاني، لحد ما خلاص بقى زهقت، يعني كل ما بتروح بيطردها فبطلت تروح هناك. بس طبعا هي كانت هتتجنن، فعملت ايه هنا؟ كتبت رسالة طويلة جدا لسادي، يعني انا مش عارف هي جابت وقت منين تكتب كل ده. المهم ان هي كتبت فيها كل حاجة بالتفصيل، كل اللي حصل بينها وبين ايان، كمان كلام ايان مع الاسف كان بيحكيه لها عن سادي، وكمان وصفت لها بيت ايان بالتفصيل، وقالت لها روحي دوري في بيته كويس هتلاقي حاجات كتير جدا تخصني هناك. قالت لها كمان على شكل ولون ملاية السرير اللي كانت مفروشة اخر مرة، وقالت لها روحي شوفي غيرها ولا لا، وكانت كاتبه رقمها في الرسالة وكل بياناتها، يعني هي مش شخصية وهمية بتبعت كلام وخلاص، لا هي بتأكد لها ان هي موجودة فعلا وما عندهاش اي مشكلة ان هي تعرفها. طبعا سادي هنا قرأت الرسالة اتضايق جدا، وحط نفسك مكانها، يعني الوضع صعب جدا. اتصلت على طول بسارة وتكلموا مع بعض فترة طويلة، ومع الأسف ما حدش يعرف مضمون المحادثة اللي ما بينهم بالظبط، بس هي واضحة يعني. المهم سادي راحت واجهت ايان بالكلام ده، وهو هنا يعني الحمد لله ما نقرش وحصلت مشكلة، واكيد يعني الموضوع ما انتهاش زي ما سارة كانت عايزة، يعني لو كان انتهى زي ما كانت عايزة ما كناش بنحكي القضية دي. سارة هنا اتصدمت صدمة عمرها، لان هما بدل ما يسيبوا بعض وايان يرجع لها زي ما هي كانت عايزة اصلا، الاتنين هنا قرروا ان هما يتصالحوا، يرموا كل حاجة ورا ظهرهم، يفتحوا صفحة جديدة سوا، وقرروا ان هما ينقلوا ويعيشوا مع بعض. وايان هنا نقل وعاش في بيت سادي. ايان بعدها قال انه ما قبلش سارة تاني، ما شافهاش شخصيا، بس مع الاسف هو فضل يتكلم معاها برضو بالرسائل، يعني كانوا بيتواصلوا وبيتكلموا كتير جدا، وبرضو ما حدش يعرف مضمون الرسائل اللي كانت بين ايان وبين سارة، كله كلامه هو. وهو قال ان هو كان بيبقى كلام عادي، يعني كانوا بقوا اصدقاء، وانا مش عارفه اصدقاء ايه، وهي المفروض بعتت كل الكلام ده لسادي وعملت له مشكله اصلا. المهم ان هم بقوا اصدقاء، وهي فضلوا يتكلموا، بس لما كانت بترجع تقوله انها عايزه ترجع ترتبط بيه تاني، هو كان بيرفض الموضوع نهائي، وكان معظم المسجات بتكون خناقات. طيب المفروض يعني في الوقت ده اعملها بلوك، يعني بسيطة جدا، سيبها تتكلم وما تردش. على فكرة كل راجل قدامه الخيار ان هو يخون او ما يخونش، يعني انت نقلت وعشت مع واحدة ولسه استمر بيبعت رسائل لواحدة تانية، على فكرة الكلام ده لحد وقت الجريمة وهو لسه بيتراسل مع سارة ما قطعش علاقته بيها. المفروض دلوقتي يعني مع احترامي لشخصه، بس اللي بيحصل ده كله ما كانش صح. زي ما قلت لكم الرسائل فضلت مستمرة لحد ما سادي ماتت، والاسبوع اللي حصلت فيه الجريمة كان فيه اكتر من 50 رسالة بين ايان وبين سارة، والاتنين كمان كان فيه صور تانية كتير جدا مش محسوبة في الخمسين رسالة اللي بقول لكم عليها. طبعا الشرطة هنا على طول عايزة تعرف مين هي سارة ويليامز دي، وعرفوا هنا ان سارة
شخصية متعودة ان هي ترتبط اولا برجالة اكبر منها من وهي عندها 17 سنة. سارة وهي عندها 17 سنة كانت مرتبطة بديفيد، وديفيد ده نفس الشخص اللي قلت لكم انه بيصرف عليها واللي كان معاها في الرحلة. ديفيد وقتها كان عنده 57 سنة وهي عندها 17 سنة، ويعني في فرق 40 سنة في النص. سارة كملت مع ديفيد 18 سنة، يعني هي كمان كانت بتخون ديفيد مع ايان. كمان الشرطة اكتشفوا ان ايان مش اول واحد وان في رجالة كتير غيره، وكمان ديفيد اصلا كان متجوز وعنده اطفال وبرضه كان بيخون مراته مع سارة طول ال 18 سنة دول. يعني بجد لحد دلوقتي مفيش حد ما خانش حد في القصة دي غير سادي تقريبا، يعني كلهم كل شخص في القضية اللي بحكيها لكم كان مرتبط بشخص تاني وبيخونه. طبعا سارة هنا كانت معتبرة ديفيد طبعا البنك بتاعها، كانت بتخونه كتير جدا حتى قبل ما تعرف ايان، وكل الحاجات اللي الرجالة اللي كانت بتعرفهم سارة كانوا متجوزين، يعني هي كان عندها هوس بالرجالة المتجوزين. برضو لما كانت بتعرفهم كانوا بيسبوها، بيختاروا طبعا ان هم يفضلوا مع مراتاتهم، فهي كانت بتعمل معاهم نفس اللي عملته مع ايان بالظبط. اول ما تعرف بقى حد جديد خلاص بقى تسيبها منهم، يعني هي بتفضل تبعت رسائل تكلمه يسيبها، تبعت رسائل لمراته خلاص عرفت شخص جديد تروح سايباه. بس ايان هنا سبحان الله هو اللي علق معاها جدا وصممت ان هو يرجع لها. فالشرطة هنا استخدمت شبكات الموبايل عايزة تعرف سارة كانت فين في الأيام اللي قبل الجريمة، والشرطة هنا اكتشفت ان سارة موبايلها أثبت ان هي كانت موجودة جنب بيت سادي قبل الجريمة بأسبوع. بيت سارة بينه وبين بيت سادي 55 ميل، فايه اللي هيخلي سارة اصلا تروح لهناك؟ ولو فاكرين معايا سادي قبل الجريمة بأسبوع في حد بعت لها ورد للبيت، فهنا الشرطة لقت ان ده سبب كافي جدا عشان يروحوا يقبضوا على سارة. الشرطة راحت لبيتها ودخلوا عليها وهي نايمة، دخلوا لحد الأوضة بتاعتها صحوها واخدوها معاهم. سارة لما راحت مركز الشرطة كانت هادية جدا، كانت واثقة ان مفيش حاجة ضدها اصلا، هي ما عندهاش اساسا اي سجل اجرامي، فكانت في منتهى الهدوء نقرت كل حاجة وقالت ان هي اليوم ده كانت تعبانه جدا ومريضه وما قامتش من السرير نهائي وما اتحركتش من بيتها. الشرطه هنا لما راحوا يقبضوا عليها كان في حاجه غريبه جدا، كان في ريحه منظفات قويه جدا لدرجه ان هم كانوا هيتخنقوا. فطبعا اول حاجه عملوها لما قبضوا عليها ان هم فتشوا بيتها. ساره في الوقت ده كانت منظفه بيتها كويس جدا، بس المحققين الجنائيين كانوا هم كمان شغالين كويس جدا ولقوا على البانيو بتاعها بقع دم ودي ان ايه، بعتوهم طبعا للتحليل. وكمان لقوا في عربيتها نظارة مكسورة، وبرضو النظارة دي كان عليها بقع دم. سارة في الوقت ده كانوا لسه بيستجوبوها، سألوها عن الرسالة اللي بعتتها لسادي وقالوا لها ان هي كانت بتغير من سادي وعشان كده قتلتها. هنا سارة ردت بهدوء جدا وردت بأحقر رد في الدنيا وقالت ان واحدة زي سادي طول عمرها بتتخان هي كسارة ما ينفعش ان هي تغير منها وما عندهاش اي سبب عشان تقتلها. اولا انا شايفها ان اللي بتتخان على الاقل احسن بكتير من اللي بتخون. كمان ما بتعرفش سارة عمرها ما عرفت رجالة متجوزين وكانت ناجحة جدا في حياتها. ثانيا ايان هنا مع الاسف هو اللي وصل سارة ان هي تقول كلام زي ده عند سادي، واي راجل بيخون مراته هو اللي بيوصل الشخصية التانية ان هي تتكلم على مراته كده، حتى لو في النهاية اختار مراته او اختار شريكته زي ما ايان اختار سادي. طبعا انا قلت لكم ان الشرطة كانت بتستجوب كل جيران سادي، ففي حد من الجيران شهد ان اليوم اللي اتسلم فيه الورد لسادي اللي هو كان قبل الجريمة باسبوع، شاف عربية واقفة قدام بيتها فيها بنت وفيها راجل اصلع. هنا الشرطة سألت سارة انت اللي بعتي الورد لسادي، وطبعا سارة نكرت الكلام ده، وانا وانتوا عارفين والكل عارف ان مستحيل تكون هي اصلا اللي وصلته لسادي، لان سادي عارفه شكل سارة، ولو سارة اللي وصلت الورد كانت سادي هتعرفها على طول، وسادي قالت ان اللي ادتها الورد واحده هي ما تعرفهاش اساسا. فاحنا عارفين ان واحده اللي ادت الورد لسادي، والشاهد هنا قال ان العربيه كان فيها بنت وراجل اصلع،
فكده الشرطة بدأت تشك ان سارة اصلا ملهاش اي علاقة باللي حصل ولا ليها اي علاقة بالجريمة. الشرطة هنا في كاميرات المراقبة كانت شافت عربيتين، عربية جت يوم تسليم الورد وعربية جت يوم الجريمة، ومحدش يعرف العربيات دي بتاعت مين. والشرطة هنا اتأكدت ان مفيش ولا عربية فيهم ملك لسارة، فهنا زي ما قلت لكم الشرطة بينها وبين نفسها بدأوا يشكوا ان سارة ملهاش علاقة اصلا. بس في محقق في القضية دي كان مهتم جدا بحل القضية، وعرف هنا ان سارة عندها صديقة قريبة جدا منها اسمها كاترينا والش، راح لبيت كاترينا عشان يسألها عن سارة. وهو طالع شاف عربية مركونة تحت بيتها، نفس نوع العربية اللي وصلت الورد لسادي، كمان نفس اللون ونفس الموديل، يعني تقريبا هي العربية اللي شافوها في كاميرات المراقبة. فالمحقق طلع هنا على طول خبط على الباب، كاترينا فتحت له. أول ما شافها كان واضح جدا إن كاترينا عندها مرض الثعلبة، أو مرض اللي معروف عندنا بمرض الصلع المبكر، وده مرض بيسبب تساقط الشعر عادة في أماكن كتير جدا من خصوصا من فروة الرأس، وعادة بيؤدي زي ما قلت لكم للصلع المبكر. فالمحقق هنا افتكر ان الجار شاهد ان اللي وصل الورد لسادي كانت بنت ومعاها راجل اصلع في العربية، فهل ممكن اللي شافه مع البنت دي مش راجل اصلع، هو بنت تانية بس البنت كانت صلعاء؟ كمان الشاهد قال ان الراجل كان لابس كاب بيسبول، وسادي كمان قال كده الايام، وكاترينا عادة بسبب مرضها كانت بتلبس كاب بيسبول. فهنا المحقق على طول ربط الخيوط ببعض وحاول يعرف من إشارة موبايل كاترينا كانت فين يوم الجريمة، واتضح برضو ان هي كانت قريبة جدا من بيت سادي في يوم الجريمة وفي يوم توصيل الورد. الشرطة بعدها لقيت صور كاميرات مراقبة لسارة ويليامز وهي اصلا بتشتري الورد من محل، ومعاها حد لابس كاب بيسبول شبيه جدا بكاترينا. فعلى طول هنا الشرطة قبضت على كاترينا والش وبدأوا يحققوا معاها، وفي نفس الوقت هما لسه مكملين تحقيق مع سارة، وسارة لسه هادية جدا بتنكر انها تعرف اصلا مكان بيت سادي. بس لما قالوا لها ان كاترينا كمان اتقبض عليها لأول مرة من بداية التحقيق، سارة ويليامز يبان عليها ان هي متوترة وخايفة. كاترينا هنا اول ما بدأوا التحقيق معاها قالت لهم حاجة غريبة جدا، قالت لهم ان هي عندها مشكلة في الذاكرة وان هي ما بتقدرش تفتكر اي حاجة عدى عليها 3 ايام، فمش هتقدر ان هي تفيدهم ومش هتقدر تجاوب على اسئلتهم. طبعا هي كده يعني حاولت تخرج من الازمة وان هي ما تتكلمش بطريقة شيك جدا. احنا عارفين مين سارة ويليامز وعارفين تاريخها مع ايان وسادي، بس دلوقتي احنا حابين نعرف مين اصلا كاترينا والش. كاترينا كانت بنت عادية جدا، بس كان عندها مشاكل في التواصل، علاقتها كانت قليلة جدا، وكانت اكتر حاجة بتحبها في حياتها هي برضو الاحصنة. وقابلت سارة في استبل من الاستبلات للاحصنة اللي كانت بتروحها، وسارة كان عندها 12 سنة بس، وقتها كاترينا كان عندها 32 سنة، بالرغم برضو من 20 سنة الفرق دول الاتنين هنا اتصاحبوا. كاترينا كانت متجوزة واحد اسمه كيفن والش، بس جوازهم ما استمرش لان كيفن برضو خانها، والمرة دي هو ساب كاترينا وراح للبنت التانية. وفي الوقت ده كاترينا مرت بوقت صعب جدا، وسارة اللي وقفت جنبها ساعدتها تتخطى المرحلة دي، ومن وقتها الاتنين ما بيسبوش بعض ابدا. الاتنين هنا كانوا بيعملوا كل حاجة سوا، لدرجة ان الناس اللي حواليهم بدأوا يشكوا ان علاقة سارة وكاترينا مش مجرد صداقة عادية، والكلام ده مفيش اي دليل عليه، كان مجرد كلام واراء للناس اللي شايفاهم مع بعض. في الوقت ده الشرطة كانت بتستجوب لسه كاترينا، وكاترينا لسه كانت بتقول ان هي ما تعرفش حاجة نهائي، ما بتقدرش تفتكر. بعديها بدأت تبين ان هي مرعوبة جدا، وتقول ان هي عارفة ان في حاجة وحشة حصلت، بس هي مش قادرة تفتكر ايه الحاجة الوحشة اللي حصلت دي. طبعا في نفس الوقت الشرطة كانت بتشوف كاميرات المراقبة لسه، وشافوا كاميرات المراقبة في يوم تسليم الورد لسادي، وهنا شافوا صور العربية اللي وصلت الورد. العربية ركنت قدام بيت سادي، والصور كانت جايبة ان مش سارة اللي وصلت الورد، انما كاترينا اللي كانت مع سارة في العربية هي اللي نزلت ووصلت الورد، وعشان كده سادي ما تعرفتش عليها. كمان صور كاميرات المراقبة ليلة الجريمة، ركزوا معايا، الكاميرات اللي قدام بيت سارة مش بيت سادي،
جابت ان سارة نزلت من بيتها وركبت عربية نفس نوع العربية اللي كانت قدام بيت سادي ليلة الجريمة. وفي الوقت ده لو تفتكروا سارة كذبت على الشرطة وقالت ان اليوم ده هي كانت تعبانة ومريضة وما نزلتش خالص من البيت وقضت اليوم في السرير. فالبوليس هنا واجه سارة بصور كاميرات المراقبة دي، وسارة من اللحظة دي بطلت تتكلم نهائي، اي سؤال كان بيتسألها كانت بترد بنو كومنت، ما كانتش بتتكلم ولا بتجاوب نهائي. كمان الشرطة في الوقت ده في بيت سارة لقوا موبايل مستخبي تحت سريرها، والمكالمات اللي طلعت من الموبايل ده وصلت الشرطة لدليل جديد. الموبايل جاب ان سارة كانت بتتصل بمكتب سادي اكتر من مرة. ليه اصلا بقى سارة تتصل بمكتب سادي وبشغلها اساسا؟ فالشرطة فهمت ان هي كانت بتحاول تعرف تحركات سادي، امتى رجعت الشغل، امتى مشيت من الشغل. كمان الموبايل هنا جاب مكالمات كتير جدا لارقام تانية، كل الارقام دي كانت لاشخاص بيحاولوا يبيعوا عربياتهم. فالشرطة هنا اتصلوا باخر رقم وتواصلوا مع الراجل ده وعرفوا منه ان هو باع عربيته كاش لسارة ويليامز، والعربية كانت نفس موديل ولون ونوع العربية اللي تم استخدامها في الجريمة. كمان الدم اللي لقوه في البانيو واللي كان على النظارات كله اتثبت ان هو دم سادي. بس المشكلة هنا اللي كانت عند الشرطة ان العربية نفسها ملهاش اي اثر من ليلة الجريمة، العربية مش اختفت تماما. فطبعا اسهل طريقة عشان يعرفوا مكان العربية ان هم يشوفوا ارقام اللوحة بتاعت العربية. بس هنا كمان سارة وكاترينا كانوا متلعبين بالارقام عشان محدش يقدر يلاقي العربية نهائي. اتضح بعد كده ان رقم اللوحة بتاعت العربية كان فيه رقم 3، تمام؟ هم هنا حطوا شريط لاصق اسود عشان يغيروا الرقم من 3 لـ8 فمحدش يعرف يلاقي العربية. بس هنا برضو الشرطة قدرت تفهم الحركة دي وقدروا يلاقوا العربية، ولقوها في جراج على بعد 55 ميل من بيت سادي. طبعا فتشوا العربية وبرضو لقوا بقع دم كتير لسادي جوه العربية. يعني هنا هم لقوا دم سادي في العربية وفي البانيو وعلى النضارات. فطبعا هنا سارة خلاص موقفها بقى صعب جدا. بس اللي لسه ما نعرفش ايه دورها هي كاترينا، هم كانوا عايزين يعرفوا ايه دورها بالظبط، هل فعلا هي متورطة في الجريمة مشاركة في الجريمة، ولا سارة استغلت كاترينا بس هنا مش اكتر. كاترينا هنا كان لسه بيتحقق معاها، بدأت تحكي حاجات غريبة جدا. بدأت تقول ان هي مش صاحبة سارة اصلا، وان هي مش مصاحبها بمزاجها، انما هي بتخاف من سارة وبتترعب منها، واي حاجة سارة بتقولها لها بتعملها. بس هي مش فاكرة برضو هي عملت ايه. قالت ان كل اللي هي فاكراه ان سارة قتلت حد، وان هي بقالها اكتر من يوم مرعوبة منها، لان سارة كل ما بتبقى متواجدة جنبيها هي بتخاف احسن تقتلها هي كمان. بعدها الشرطة سألتها سؤال صريح جدا، قالت لها انت اول ما جيتي هنا سألناكي مين قتل سادي هارتلي، وانت قلتي معرفش. احنا بنسألك تاني دلوقتي مين قتل سادي هارتلي، ردت قالت سارة ويليامز. هنا كاترينا بدأت كل شوية تغير كلامها، مرة تقول ان هي ما بتفتكرش، بعدها تقول ان هي مرعوبة من سارة، بعدها ترجع تقول لا مش بفتكر، بعدها تقول لهم انا فاكرة اني وصلت الورد لسادي. يعني من الاخر كان واضح جدا ان هي بتمثل، بس هي كانت بتمثل كويس جدا. كانت بس اللي الشرطة كانت متأكدة منه ان هي بتمثل ان هي بتنسى، يعني ما كانش فيه اولا اي دليل طبي على ان هي بتنسى اي حاجة عدى عليها 3 ايام. فطبعا هما كانوا فاهمينها فكملوا معاها استجواب، لان كان واضح ان هي كل شوية بتديهم معلومات اكتر. وهنا وصلوا اللي هما عايزينه فعلا. كاترينا هنا قالت ان هما الاتنين سافروا لألمانيا عشان يقدروا يشتروا المسدس الكهربائي، بس هي كانت فاكرة ان اللي بيحصل ده كله مجرد لعبة، وما كانتش مصدقة ان سارة فعلا هتنفذ الخطة بتاعتها. يعني هي كانت فاكرة ان هما بيلعبوا. بعدها بدأت تدخل في حالة رعب وتقول ان سارة هي اللي عملتها، سارة اللي قتلتها، انا افتكرت ايوه هي اللي قتلتها. وكمان قالت ان سارة ادتها حاجات تتخلص منها بعد الجريمة، ادتها شنطة فيها لبس وقالت لها روحي احرقيها، كمان ادتها سكينة وادتها الصاعق الكهربائي وقالت لها تتخلص منهم. وبجد انت لما تشوف مقاطع التحقيق بتاع كاترينا صعب جدا ان انت ما تصدقهاش، يعني بجد ما فيش حد بيمثل كده.
الشرطه هنا سالوها ليه ساره تثق فيكي وتديكي كل الادله دي لو انت مش مشتركه معاها في الجريمه، وعندهم حق. هي ردت قالت ان ساره كانت ناويه تقتلها، يعني ساره بعد الجريمه كانت مخططه ان هي تقتلها، وكمان تكتب نوت ان كاترينا انتحرت، وبعد كده تقول ان كاترينا، يعني تكتب في رساله الانتحار ان كاترينا انتحرت عشان قتلت سادي فحست بالذنب، وبكده هي ترمي الجريمه على صاحبتها وساره تخلص من الاتنين في نفس الوقت. سالوها طبعا محدش هنا يعرف هي الفكره اللي هي جابتها ان ساره هتقتلها ورساله الانتحار دي جابتها منين، لان اكيد ساره مش هتقول لها كده. فهم سالوها هنا انت ليه ما جيتيش للشرطه، ردت قالت ان هي كانت بتخاف من ساره اكتر من اي حاجه في الدنيا، كانت بتترعب منها جدا فما كانتش تقدر تيجي للشرطه. بعدها قالت ان هي سبحان الله الذاكره رجعت لها، وفكرت وافتكرت كمان معاهم الادله استخبتها فين. فالشرطه هنا فعلا مشي وراها وخدوها وراحوا للمكان اللي هي قالت ان هي افتكرته، وهناك لقوا الادله فعلا، لقوا السكينه ولقوا المسدس ولقوا مفتاح العربيه. وفي يوم 20/1/2016 اليوم ده تم اتهام ساره ويليامز رسميا بقتل سادي هارتلي، بس لسه ما حدش كان يعرف هل فعلا كاترينا مالها الذنب وساره اللي جبرتها ولا هي مشاركه بارادتها. فالشرطه هنا راحت فتشت بيت كاترينا، وكاترينا كانت عامله حاجه غبيه جدا، كانت كاتبه مذكرات، المذكرات دي كانت كاتبه فيها بالتفصيل كل حاجه حصلت، كل حاجه بتحصل يوميا. والشرطه هنا لما فتحوا المذكرات دي اتصدموا جدا، اول ما قروا اللي مكتوب فيها اكتشفوا ان مش بس كاترينا ساعدت ساره في ان هي تخفي الادله، لا دي هي وساره بقالهم سنه وشهرين بيخططوا القتل سادي. ساره بعد ما بعتت الرساله لسادي وبعد ما ايان سابها، سارة من اللحظة اللي اتأكدت فيها ان هي مش هتقدر تخلي ايان يسيب سادي، قررت ان الحل الوحيد لان ايان يرجع لها تاني هي ان هي تشيل سادي من الصورة خالص وتقتلها. كاترينا كاتبة في مذكراتها ان هي وسارة اشتروا جهاز GPS وزرعوه في عربية ايان عشان يراقبوا كل تحركاته ويعرفوا هو وسادي عايشين فين اصلا. ولما عرفوا المكان اللي هم عايشين فيه، سارة بدأت تروح يوميا تقريبا تراقب سادي في بيتها وفي شغلها، كانت عايزة تعرف روتين سادي اليومي عشان يعرفوا هي هتبقى لوحدها في البيت امتى. كاترينا كمان كانت كاتبة قد ايه هي فرحانة ان هي هتساعد سارة عشان يتخلصوا من المرأة الشريرة، وان هي كان نفسها تعمل كده مع البنت اللي كيفن جوزها سابها عشانها. كتبت احنا دلوقتي هنبدأ خطتنا، وواضح جدا ان انا هبدأ اتورط، لان النهاردة سارة طلبت جهاز GPS على الكريدت كارد بتاعي، وانا هدفع الفلوس كاش بس مفيش مشكلة طالما انا مش هشترك في الجريمة الاساسية. وكتبت ان هي ما عندهاش اي ندم او مانع اخلاقي، لان هي عارفة ان اللي بتعمله ده الصح، انما هي بس خايفة ان يتقبض عليها بعد كده، ودعت ان ربنا يساعدهم. يساعدهم في ايه؟ مش عارفة. كمان كتبت ان هي وسارة راحوا لكيفن جوزها السابق وحاولوا يعرضوا عليه رشوة عشان هو اللي يروح يقتل سادي، وهو رفض. فلما رفض اضطروا ان هم خلاص يخططوا وينفذوا الجريمة بنفسهم. كمان كتبت في مذكراتها عن الرحلة اللي راحوا هالألمانيا عشان يشتروا الصاعق الكهربائي، لان هم ما كانوش يقدروا يشتروه من المكان اللي هم فيه. كمان راحوا اشتروا جزم مقاسات اكبر من مقاساتهم عشان لو في اي اثار للجزم دي اتثابت في مسرح الجريمه، الشرطه ما تعرفش ان هم، لان كده المقاسات هتبقى اكبر من مقاساتهم الطبيعيه. يعني ما شاء الله هم كانوا مفكرين في ادق التفاصيل، ومفكرين ان هم فعلا محدش هيقدر يكتشفهم. وعلى فكره من الواضح جدا ان لولا شهادة الشخص اللي شافهم هما بيسلموا الورد، وان هما اصلا عملوا حركة تسليم الورد اللي ما كانش ليها اي لازمة، تقريبا ما كانش حد هيعرف ان هما ليهم علاقة بحاجة. بالنسبة بقى لمشكلة الذاكرة، كاترينا كانت قطعة صفحات من مذكراتها، فواضح جدا ان كاترينا كانت فاكرة كويس هي كاتبة ايه في الصفحات دي، وعارفة ان اللي مكتوب كان ممكن يورطها. بس بصراحة الغريب هنا ان هي ليه ما تخلصتش من المذكرات كلها، يعني برضو اللي مكتوب في المذكرات لحد دلوقتي كمان بيورطها، يعني
يعني الله اعلم الصفحات اللي اتقطعت دي كان مكتوب فيها ايه، لان اكيد اللي كان مكتوب اسوأ بكتير من اللي انا بقوله لكم. الشرطة بعد ما قرأت المذكرات دي عرفت ان كاترينا كدابة، وان كاترينا مشاركة في الجريمة، وان واضح جدا ان هي ما عندهاش اي مشكلة في الذاكرة، وواضح جدا ان هي كل الفترة دي كانت بتمثل على الشرطة. وعلى فكرة كان ممكن جدا ان خطتها تنجح لو ما كانوش لقوا المذكرات دي، كان ممكن يكون صعب عليهم جدا ان هم يقدروا يثبتوا ان هي كدابة. من اللحظة دي كاترينا بقت متهمة رسميا بقتل سادي هارتلي، وعملت شو كبير جدا، وفضلت تعيط وتقول ان هي ما بتكذبش وما بتفتكرش، بس طبعا ده ما فادهاش بحاجة. المحاكمة هنا بدأت يوم 5/7/2016، والاتنين قالوا ان هم مش مذنبين، وبدأوا يعملوا حاجة غريبة جدا، بدأوا يرموا التهمة على بعض. يعني سارة تقول ان كاترينا اللي عملت كده وهي ملهاش دعوة، وكاترينا تقول ان سارة هي اللي عملت كده. دفاع سارة قال ان كاترينا مريضة نفسيا، وان هي حست ان سارة متحطمة عشان ايه انتسبها، فهي خططت لوحدها ان هي تقتل سادي، وان كل اللي هي كانت بتكتبه ده وكل ده كانت اوهام من دماغها، انما سارة ما كانتش تعرف حاجة، والعكس صحيح. برضو دفاع كاترينا قال نفس الكلام. الشرطة هنا طبعا عرضت كل الأدلة في المحكمة، كل صور كاميرات المراقبة، كل الأدلة، يعني كل الأدلة اللي انا حكيتها لكم دلوقتي. واتضح كمان، اتقال في المحكمة ان سارة مش اول مرة تعمل كده، جابوا اكتر من راجل من قبل الجريمة بسنين، كلهم كانوا متجوزين، وبرضو دخلت في علاقة معاهم، بدأت تبعت رسائل لزوجاتهم، وفي ناس كتير منهم كانوا اصلا مبلغين الشرطة عن سارة قبل كده، بس مع الاسف مفيش اي حاجة كانت متسجلة في سجل سارة الاجرامي. في واحد منهم كانت بعت رسالة لمراته، وبعتها بتقول لها ان هو شخص مش كويس، وانه بيخونها معاها، وان هي حامل منه، وكانت بعتها صور سونار للطفل. واتضح بعد كده ان الصور دي ملهاش اي علاقة بالرجل، يعني هي ايوة صورة كانت على علاقة بالرجل وسابها، بس الصور دي كانت بتاعت واحدة صاحبتها، هي عمرها ما حملت اصلا، وما يعني كانت كلها تمثيلية، وانا معرفش كانت مفكرة انها تستمر ازاي، والرجل ده كان اول واحد بلغ الشرطة عن سارة اصلا، من ساعتها بعدت عنه. فكان تاريخها وسلوكها واضح جدا للكل في المحكمة، واتضح كمان ان قبل يوم الجريمة بعشر ايام سارة بعتت رسالة لكاترينا وقالت لها ما تنسيش تعملي الشوبينج، الوقت جه. تاني يوم كاترينا ظهرت في كاميرا المراقبة بتشتري سكينة، والسكينة دي هي سلاح الجريمة اللي استخدموه بعد كده. ايام بعدها شهد في المحكمة، فطبعا سألوه عن علاقته بسارة، فهو هنا قال ان هو ما عندوش اي فكرة ان سارة كان ممكن يوصل بها الموضوع للدرجة دي، بس طبعا لان ايا كمل علاقته مع سارة وكمل كلام معاها حتى لو كان بالرسائل بس، وكل ده من ورا سادي لحد وقت الجريمة، في ناس كتير جدا كانت شكة ان ايا ليه علاقة بالجريمة، بس مفيش اي حد كان عنده اثبات على الكلام ده. وايا كان ندمان جدا، طلع اعتذر اكتر من مرة، قال ان هو السبب، وان هو حاسس بالذنب جدا، وانه لو ما كانش تعرف على سارة نهائي يمكن سادي كانت تكون عايشة لحد دلوقتي، وان عمره ما توقع ابدا ان علاقته بسارة ممكن توصل ان سادي يحصل لها اللي حصل ده. بس طبعا ناس كتير كانوا شايفين ان هو السبب الاساسي في اللي حصل لسادي، حتى اولاد سادي. اولاد سادي من اول يوم عرفوا فيه بوفاة امهم قطعوا علاقتهم بيه نهائي، وخدوا بالكم ايا كان بقاله 10 سنين مرتبط بامهم، يعني هما المفروض ان هما كانوا يعتبروا عيله واحده، بس هما بطلوا كلام نهائي معاه من اول يوم. وناس كتير قالت ان ده ليه معنى كبير جدا، رد فعلهم معناه ان كان في حاجه، ومحدش كان يعرف ابدا ايه اللي كان بيحصل في الفترات دي بين سادي وبين ايا، واللي خلى اولادها يشكوا فيه هو اول واحد اول ما تحصل الجريمه ويبطلوا يتعاملوا معاه. طبعا هو طلع بعديها في برامج كتير جدا، اعتذر لعيلة سادي، بس ما حدش يعرف اذا كانت عيلة سادي اصلا هيقدروا يسامحوه في يوم من الايام او لا. ايا وهو بيشهد اتصدم صدمة عمره، لان وهم بيسألوه قالوا عن حاجة كبيرة جدا، وهي ان سادي شالت ايا قبل فترة مش بعيدة قوي من الجريمة من وصيتها، وان هو مش هياخد اي حاجة من فلوس سادي. وطبعا هو اتصدم لان هو اساسا ما كانش بيشتغل، كان سايب شغله من فتره طويله،
وسادي هي اللي كانت بتصرف عليه، فطبعا هو كده بقى من غير اي حاجة. وناس كتير جدا انه كانوا شاكين طبعا ان هو يعني متفق مع سارة وعايز ينهي الموضوع، ينهي حياة سادي وياخد الفلوس اللي في الوصية، وهو كده ايه اتصدم لانه ما قدرش يعمل كده وكان هيكمل مع سارة. بس زي ما قلت لكم اللي واضح قدام الكل ان هو ندمان، وان هو ما كانش متوقع كده، وان هو كان كلامه مع سارة ان هو بيبعدها عنه، ده اللي كان واصل للكل. بعد 7 اسابيع من المحاكمة يوم 17/8/2016 اتحكم عليهم. سارة اتحكم عليها بالسجن مدى الحياة مع قابلية إطلاق السراح بعد 30 سنة. كاترينا اتحكم عليها برضو بالسجن مدى الحياة مع قابلية إطلاق السراح بعد 25 سنة. والقاضي هنا قال كلمة حلوة جدا لكاترينا، قال لها ان هي فيها نفس كمية الحقد والشر اللي في سارة، وانه مش مستغرب ابدا ان هي فضلت صاحبتها كل السنين دي. عيلة سادي طبعا كانوا متدمرين جدا، خصوصا اطفالها اللي قالوا ان هي سابت فراغ كبير جدا في حياتهم، وان هم مش عارفين يعني يعيشوا من غيرها، وهم طبعا اكتر اشخاص اتأثروا في القضية دي. سادي مع الاسف حياتها انتهت بسبب 2 كان اخرهم يتمنوا بس ان هم يكونوا زي سادي في يوم من الايام. الخيانة احساس صعب جدا، اصعب احساس في الدنيا، عمرها ما كانت صح، ومع الاسف الندم بعد فوات الاوان ما بيكونش ليه اي فائدة. طبعا ناس كتير هنا كانوا بيقولوا ان ايان هو السبب وعنده ذنب كتير جدا، لانه مع الاسف بكلامه مع سارة كان بيديها امل ان ممكن لو سادي خرجت من الصورة هما الاتنين يرجعوا لبعض. يعني لو كان عمل زي باقي الرجالة اللي سارة كانت بترتبط بيهم وكان انهى علاقته تماما ولا في رسائل ولا في اي حاجة، يمكن سارة كانت عملت زي ما عملت مع باقي الرجالة وسابته وتعرفت على راجل جديد وعشت حياتها. وبكده انا اكون خلصت قضية النهاردة. اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي كمان انتوا فعلا شاكين ان ايه ممكن يكون ليه يد في اللي حصل، او ان هو يكون متفق مع سارة زي ما الناس شاكة، ولا هو فعلا اتصدم وما كانش متوقع ان علاقته بسارة هتوصله للمرحلة دي. وما تنسوش تعملوا لي لايك، واشوفكم في قضية جديدة. سلام.